ودائما مع العمل التطوعي، حيث شهدت عدة مستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم إجراء مئات من العمليات الجراحية في العيون لمرضى قدموا من مختلف مناطق السودان. وقد تولى العمليات فريق طبي كويتي عمل على مدار 3 أيام في الإشراف والمتابعة لهذه العمليات التي تكلف آلاف الجنيهات السودانية، وقد تم إجراؤها مجانا لهم. نتابع. خطوة أخرى من خطوات الخير والعطاء تخطوها دولة الكويت، هذه المرة في السودان، حيث انخرطت مجموعات طبية كويتية خيرية بالتعاون مع منظمات خيرية محلية في إجراء مئات العمليات الجراحية للعيون لمرضى توافدوا من مختلف مناطق السودان بعد علمهم بوصول الوفد الطبي الكويتي الذي أجرى وأشرف على جميع العمليات بعدد من مستشفيات العاصمة الخرطوم. احنا هنا اخواننا بالكويت متبرعين لاجراء عمليات المياه البيضاء لناس يعني عيونهم ما يشوفون لعدد 230 مريض. عندنا علاج، مشروع علاج 500 مريض وفحص وعلاج مرض الكبد الوبائي. عمليات العيون الجراحية وبمختلف أنواعها تم إجراؤها مجانا للمرضى من قبل الجانب الكويتي وبتعاون مع المستشفيات الخاصة بأمراض العيون التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع. فمستشفى مكة لطب العيون واحد من المرافق الصحية التي يؤكد ضرورة وأهمية التواصل السوداني الكويتي على ضوء ما تم إنجازه. نشكر أخواننا الكويتيين على تبرعهم الجزيل بإجراء عدد وافر من عمليات الماء الأبيض، وربنا يتقبل منهم، ونتمنى أنه هذا العطاء يتواصل ويتزايد في إجراء عمليات الماء الأبيض واستهداف عمليات أخرى غير عمليات الماء الأبيض. أما المواطنون الذين خضعوا للعمليات الجراحية وتمتعت أعينهم بالعافية فلم يجدوا سوى التعبير لدولة الكويت بهذه الكلمات: أتقدم بوافر الشكر والثناء والدعاء، رافعين أكفنا إلى الله عز وجل أن يجعل أهل الكويت دوما في عز وفخر، وأهنئهم بعيد دولة الكويت المجيد. الله يحييهم، والله يعطيهم العافية، والله يعطيهم زي ما عطونا، والله يرفع عليهم زي ما رفعوا علينا. نحن الليلة شوفنا درايح، حتى علينا تعبتوا علينا تعب، أنا شفته بعيني تعب شديد شفته، والله يكافيكم الله. وهي تحتفي بعيدها الوطني تؤكد دولة الكويت على رمزية مهمة بأنها دولة للعطاء والخير والسلام، فإجراء هذا العدد الكبير من العمليات للمرضى بالسودان دليل على امتداد هذا الخير. نزار البغداوي، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم.